اليوم الثالث من فبراير 2017 تم افتتاح المهرجان الشتوي للمرة 39 في مدينة أوتاوا وجاثينو. هذا المهرجان يحتوي العديد من الفعاليات الشتوية التي تقام سنويا. هذه من الأكلات المشهورة وهو الميبل سيرب، يوضع على الثلج ثم يحول إلى حلوى للأطفال. سوف نرى كيف عملها. زاكي عمل لي هذه هي المنحوتات التي سيتم نحتها خلال المهرجان. كما نرى أنها في البداية، طبعا نرى أن عدد من الدول العالمية تشارك في هذا المهرجان، مهرجان النحت، منها الفلبين، كندا، روسيا، أمريكا. عندما يتم الانتهاء من هذه المنحوتات سيتم تقييمها، وأفضل منحوتة ستعطى جائزة من قبل منظمي المهرجان. نرى علم المكسيك لأحد الدول المشاركة. أحدثكم من الوينترلود 2017 محمد الشريف.